السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام. هكذا يشهد العالم خلال هذه الأيام تقلبات مناخية غير مسبوقة، وكما يتوقع الخبراء وعلماء الفلك بأن عوالم الأرض بدأت تتغير، ويشير البعض أن السنوات القادمة ستشهد عواصف رهيبة وانخفاض حاد في درجات الحرارة خصوصا في دول أوروبا. وكما نشاهد الآن في أمريكا تم إعلان حالة الطوارئ في شرق هيستون الأمريكية، حيث حذرت الأرصاد الجوية من إعصار خطير ضرب شرق الولاية، ودمرت الرياح القوية العديد من المنازل وخطوط الكهرباء في وسط المدينة، وسقوط العديد من أعمدة الكهرباء وانقلاب وتضرر العديد من المركبات والسيارات. وتم انقطاع التيار الكهربائي عن 70,000 عميل في تكساس الأمريكية أمس الثلاثاء، وأنباء عن تحطم طائرة شمال غرب هيستون الأمريكية، ولم ترد أي أنباء عن وقوع أي إصابات حتى الآن.